شهدت تريم بحضرموت اجتماعا وجلسة تشاورية لمرجعيات ووجهاء وإعلاميين بوادي حضرموت لمناقشة دور الإعلام والإعلاميين في توحيد الصف والبحث عن دور العقلاء والوجهاء في مساعدة الدولة لحفظ الأمن في المحافظة. لتدارس الوضع الأمني والتوصل إلى حلول ومعالجات لكافة الاختلالات الأمنية، عقدت مرجعية قبائل الوادي والصحراء في محافظة حضرموت لقاء موسعا ضم العديد من الشخصيات الاجتماعية، حيث توصل المجتمعون إلى تشكيل لجان إعلامية ولجان أخرى تضم أشخاص من كل مديرية من مديريات الوادي والصحراء، وذلك لعقد لقاء أخير مع السلطة المحلية واللجنة الأمنية في الوادي والصحراء، وذلك بهدف تحديد متطلبات تثبيت الأمن. في هذا اللقاء الطيب الذي شارك فيه مجموعة كبيرة وكوكبة من رجال المجتمع، تم الاتفاق على نقاط أساسية، ألا وهي أولاً تشكيل لجنة من رجال مديريات الوادي، والحقيقة أن هناك اختيار الاثنين من كل مديرية من مديريات الوادي والصحراء، يختار الأول منهم لكي يكون ممثلاً للمديرية، والآخر يكون الاحتياط للشخص الأول الأساس. المرجعية أوضحت بأنها ستقوم بتحرير مذكرة لمحافظ المحافظة تحتوي على مناشدة أخيرة مرفقة بتوقيع الحاضرين للتوضيح بأن الاستقرار الأمني منطلق لكل الأمور الاجتماعية والاقتصادية المختلفة. إننا بعد أن وصلنا إلى الوضع الذي لا يحسد عليه في الجانب الأمني بصحراء ووادي حضرموت، لابد من التداعي من قبل الشخصيات الاجتماعية للوادي للوقوف الوقفة الكبيرة والصادقة من أجل أن يكون هناك انتقال إلى وضعية أفضل ليعيشها المواطن. تم التشاور ودعوة جميع الشخصيات الاجتماعية والشيوخ وأبناء الوادي ومنظمات المجتمع المدني على أساس اللقاء وطرح ما تم التوصل إليه حتى يكون القرار ويكون العمل مشترك. وطبعا الأمن هو يهم أبناء الوادي وأبناء حضرموت بشكل عام. هذه المناشدة ليست الأولى، وإنما نقول أنها المناشدة الخاتمة أو النهائية التي نأمل فيها كل الأمل في أن تحقق أهدافها، ما لم سيكون المواطنين وفئات المجتمع كله لهم الوقفة التي لن يترددوا فيها من أجل تثبيت أمنهم واستقرارهم. وإن شاء الله نشوف القريب العاجل، نشوف أمن ويكون حضرموت آمنة ومستقرة بأبنائها وأهلها. وفي حين ناشد المجتمعون كل السلطات المعنية بتثبيت الأمن بالتحرك الفوري والعاجل والاستجابة لدعوتهم هذه، قالوا إنهم لن يترددوا عن اتخاذ مواقف جادة في حال لم يتم الاستجابة، وذلك حرصا على توفير الأمن لمحافظة حضرموت.